فانت ركز معي، انا ذا كلهم بيكركوا ليه؟ لانه شافوا كل حلقه جديده في زول بيوحد، كل حلقه جديده في زول بيعرف التوحيد، كل حلقه جديده في زول بيعرف الصوفيه على باطل وعلى ضلال وعلى شرك وعلى الحاد ما انزل الله به من سلطان. فهمت؟ وزياده لك، انت قال الكورات بيوقف الدعوه، كوارث بتوقف الدعوه. الليله ان شاء الله الساعه 9 في حلقه جون، في قناه جون، حلقه مع شيخنا مزمل الفقيري بالكتب. كورك تقدر توقفها؟ كورك ده مباشر يا زول، وانت ذاتك لو جيت فهمت وخشيت بنجيب فيك جون. فهمت العاصي؟ موضوع واضح جدا، فما تكورك، خلي الشعب السوداني يفهم. انت ما تكورك، جيب حماده الجو امبارح شغال بيجاي، انا امبارح جاي لقيت حماده شغال، حماده ده اصلا بيشتغل في سوق سته كده قبل ما اخش لك جوا، بيشتغل في سوق سته هناك جنب الحمامات. مشان اشتغلنا جنبه بفضل الله، لانه لا يبقى مع اسم الله شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، طفش من الحمامات. لانه السلفيين لما يجي يخشوا الحمامات بيقروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال العلماء: والخبث ذكران الشياطين، والخبائث اناث الشياطين. فطاروا ذكران الشياطين، شياطين الانس والجن، كما قال تعالى: قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من شنو؟ الجنة. والناس طفش قدام. فهمت؟ مشى هناك، اشتغلنا برضو الحمد لله جنبه، وكشف تقيل وشغل حقن بتاعت بقر تقيلة جدا. عمك بقى الجمهور بتاعه مف، لانه دي الشغلة بتاعتهم. بعد ما انتهى من الحلقة بقول لهم: يا اخواننا ادوني حاجة، الوهابية ديل كتروا، الخمسة الف بقت ما بتحلك منهم، والله مليار ما تحلك مننا، مليار ما تحلك. فهمت؟ اخر حاجة رمضان الفات، رمضان الفات حمادة اللي بيجيبونا امبارح، رمضان الفات بقى يفتش في الأورنجة بتاعت رمضان، يفتش في العصير، لأنه بقى ما في نقاطة ما في. فهمت؟ ونحن بنجينا كل مرة نضيق عليك إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد إن شاء الله تعالى. وأداء فيه بشارة خير الحمد لله. نحن لما نجي هنا الدجالين بيقلوا، الدجال ما بيقدر يشتغل، والزول الدار يقرص النسوان ما بيقدر يشتغل. نحن كل ما نشتغل بحمد الله وفضله بيقل الفساد والشر، وده لخير للناس، لأنه ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والأرض. وأول مسألة هي مسألة التوحيد. أنا قبل ما أخش في القوم بالجيك، فهمت؟ هذه المدحة، أنا دار أوريك معلومة مهمة جدا. الزول البيكورك ده شكله ما فاهمة. أي زول بيكورك خلوه يكورك يا أخوان، أي زول داري كورك خلوه يكورك. بيكورك كده، ده أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، إن شاء الله الديتول بيمش فوقه. أيوة اسمه شنو؟ المهم ده كتاب طبقات والضيف الله، الكتاب ده بقروه في جامعة الخرطوم، وعملوا له مؤتمر كبير جدا في قاعة الشارقة. فهمت الحاسب؟ مؤتمر كبير جدا، واحتفت به جامعة الخرطوم، واعتبرته أنه مرجع من المراجع بتاعت الدين في السودان. أول مسألة مهمة في كتاب طبقات والضيف الله في المقدمة صفحة 8، أتحدى أي صوفي أنا بديك بالصفحات حافظنه، لكن بنجيبه لك عشان بعد ان شاء الله تفهم. الكتاب هنا مطبوع وعنده رقم ايداع، وطابعينه هنا في الدار السودانيه للكتب. فهمت الحاصل؟ هنا صفحه 8: الصوفيه باعترافهم هم ذاتهم انه الصوفيه ما دخلوا الاسلام في السودان. ده كتابكم يا صوفيه تجروا وين؟ نحن اي حاجه بتهدم اهل الضلال ولو كانت مجله ميكي بنشتريها. فهمت؟ عشان نكشف حالك للناس. هنا صفحة 8 بتكلم عن كيف دخل الإسلام في السودان في مقدمة هذا الكتاب ده محمد والضيف الله الجعل. طيب قال: أقول وبالله التوفيق، ولنبدأ بالتاريخ المذكور. اعلم أن الفونج اللي هو دولة الفونج ملكت أرض النوبة وتغلبت عليها أول القرن العاشر سنة 910 بعد 900، وخطت مدينة سنار، خطها الملك عمارة دونجوس، وخطت مدينة أربجي قبلها بثلاثين سنة، خطها حجازي بن معين. ولم تشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن. داري وريك على السودان ومتى دخلت الصوفية. ده كتابكم، انت خليك زول بتميز ما يغشوك ساكن. طيب قال ان الرجل ما مات جاره يا اخوانا، قال ان الرجل يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نهاره من غير عدة
حتى قدم الشيخ محمود راجل القصير العركي من مصر وعلم الناس العدة. ده قال كان حال السودان كذا. قال وسكن البحر الأبيض وبنى له قصرا يعرف الآن بقصر محمود. قال وفي أوائل النصف الثاني من القرن العاشر، احفظ التاريخ ده كويس، القرن العاشر الهجري، ولي الملك عمارة أبو سكاكين الشيخ عجيب المنجلوك. ففي أول ملكه قدم الشيخ إبراهيم البولاد من مصر إلى دار الشايقية ودرس فيها خليلا والرسالة وانتشر علم الفقه في الجزيرة. قال ثم بعد يسير قدم الشيخ تاج الدين البهاري من بغداد. قال وأدخل طريق الصوفية في دار الفونج. يعني أول صوفي هو منه تاج الدين البهاري البغدادي بتين في القرن العاشر الهجري. ونحن عندنا الإسلام في السودان خش سنة 31 هجرية. أنقص 950 من 31 بتديك كم سنة؟ كم سنة؟ تديك كم سنة؟ 912 أو كم 30 أو كم 12 سنة كان الإسلام إسلام صحيح حق صحابة ما فوق صوفي واحد. فهمت؟ هنا جاء الصوفية دخلوا شنو؟ هنا ترجمة حسن وتحسون وغيره صفحة 119 وغيره من الصفحات. هنا ديل الأولياء بتاعنا الصوفية، ديل الأولياء بتاعنا الصوفية. قال الصفحة 116 الشيخ بيتكلم لك عن درجات الأولياء، وأنا ركزوا معانا هنا، احنا دارين الناس تنتبه والناس يستفيد. قال درجات الأولياء على ثلاثة أقسام، كبرى ووسطى وصغرى، ديل الأولياء عند الصوفية. قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء. أنت يا صوفية بدر تكورك وتجي تجوط والكلام يسخن معاك، جيب لنا شيخ هنا نشوفه هنا، بس طار من وين؟ من 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 جاكسون ليشروني، بنبقى معك صوفية، جيب لنا الولد بتاعك كملوا جناحين متقصقصة، معلوم ما عندهم وقود، معلوم ريش ما في، كويس؟ الجودة محظور، هنا محظور، من هنا لهناك محظور، ما بيطيروا مالكم، فهمت؟ فلا يا اخواننا كذب ساكت. قال أصغر ولي، أصغر ولي، قال هو الذي يطير في الهواء ويمشي على وجه الماء. والعلماء قالوا وإن رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء قال فلا تعتبر بحاله حتى تعرضه على الكتاب والسنة. فهمت؟ لو طرت ذاته طرت فوق، فهمت؟ وزي ما قال لك أخونا محي الدين بقى عندك ثلاثة خطوات لمكة، برضو نحن ما بنعتبر بحالك إلا تكون موافق للكتاب والسنة، لأنه ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. نحن ما بنخلي كلام الله لقول أحد من البشر، كل شيوخ قدر كلامه عندنا ما يساوي ولا أي شيء ولا أي حاجة، لا يساوي عفطة عنز في فلات، ما بساوي عندنا أي حاجة. طيب قال والوسطى، دي الوسطى عند الصوفية. قال أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون. شوف الكلام ده كيف، ده تقدروا تناظروا به يا صوفية، تقدروا تناقشوا به. عشان كده اللي يا مادي محمد المنتظر قاعد يكوري، قال يا أخواننا الشباب ديل فتحوا لهم الغنوات لأنه بنكشف حالك، لأنه لو الناس الشعب السوداني شاهدنا وشاهد الحلقات دي انت بتموت كمد، الكذب بتاعك ده كله بتقبض. ولذلك بقى يناشد، قال بقى يناشد، قال يا أخواننا وقفوا الشباب ديل، والشباب ديل كتروا. انت لسه ما عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربنا سبحانه وتعالى الدين ده حيدخله بذل ذليل وبعز عزيز. فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى وإن رغم أنفك وأنف كل الصوفية ربنا حينشر التوحيد وحينشر الإسلام وكل الناس حيعرفوا الدين والتوحيد. لأنه كلام زي ده ما بيصدقوا إنسان مسلم، يقول لك الولي يقول للشيء كن فيكون. وجابوا ود الكباشي في قناة النيل الأزرق، جابوا واحد جبهدي ونحن دارين لقاء مناظرة مناقشة أي حاجة مع الجبهجية ولا الصوفية. فهمت؟ ده قال الأولياء، قال أبويا الشيخ الكباشي ربنا اداه كن فيكون على لسان. قام المذيع قال له طيب الكلام ده كيف يعني؟ قام قال له
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي فيما يروي عن ربي: عبدي أطعني أجعلك تقول لشيء كن فيكون. حديث ده موضوع. قام المذيع قال له: طيب إذا ما بعض الناس ضعفوا الحديث؟ قال له: عندنا الآية، الآية عندنا قال له ثابتة، والآية عندنا قال له آية يعني ما فيها أي كلام. الآية شنو؟ قال لهم: ما يشاءون عند ربهم. أول حاجة، الآية دي ما بتتكلم عن الدنيا يا صوفي، انت جاهل، والجبهجي اللي استضافك في قناة النيل الأزرق جاهل، والقناة ذاتها اللي بتجيب لها ناس زي ديل بتروج للجهل وللباطل وللضلال، فهمت؟ لأنه الآية دي بتتكلم عن الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وهذا التفسير هو تفسير الإمام ابن جرير الطبري والإمام القرطبي والإمام ابن كثير، فهمت؟ قال الولي بيقول لشيكم فيكون. الكلام ده أبو جهل ما بيعتقده. ربنا قال في سورة المؤمنون، السورة دي حقة المؤمنين بتغيظ الصوفية، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا قال: فسيقولون لله قل أفلا قل فأنا تسحرون. أبو جهل يبقى أحسن في عقيدته منك يا صوفي، عارف إنه اللي بيقول لشيكم فيكون هو الله، فهمت؟ تبقى أنت أبلد وأكثر وأشد كفرا من أبي جهل وأبو لهب، فهمت؟ ده الكلام بتاعهم، ده غير بتاع حسن وتحسونة. حسن وتحسونة قال بيقول لشيكم فيكون. يا أخوانا نحن العنبر بتاعنا ده زي عنبر جراحة العظام، أزول بيكون مكسور تقبضه كده واحد بكوري، تلقى واحد بيجاي ده عنده ركبة، واحد بيجاي عنده دماغه يتفقش، واحد بيغادي عنده باللية بتاعت ركبة راحت، وفي واحدين بيغادي طفش وطرمبة إلى آخر، لأنه الشغل بتاعنا ده حر أدلة، تفاهم؟ ده كتاب الفيوضات الربانية في الأوراق والمآثر القادرية، فهمت؟ شفت العنبر ده حر كيف؟ العنبر ده شفت الأخصائيين الفوق الحمد لله ناس شطار، ناس بيمسكوها لك في محل الجرح ذاته. طيب هنا كتاب الفيوضات الربانية لسه، بعدين هنا انت بتكورك، بعدين اللغة ساعة تزع في قناة قول الله إلا ترمي التلفزيون. طيب هنا الشيخ خلي البرع يتبين فينا، البرع بيقدر يسوي لنا حاجة، يقدر ينفخني أنا دار أبقى سمين، خلي البرع ينفخني، ما بسوي حاجة، البرع ما عنده إيش، التكتح ما عنده البرع، عسي ما كان في جنة ولا كان في نار عليم ربه، انت الان ما بتقدر تغني عنه حاجة ولا بيغني عنك شيء. ربنا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. شغلانية ما غلط، ده كان زمان يا صوفية قبل 50 سنة، تجي تتكلم تخش بالباب مرقوق بالشباك، لكن هسه بقينا جوا الشباك ذاته نحن، فهمت؟ بنجيك باي محلة والله، زي ما انت ما سمعت الترابي قال شنو؟ قال: هؤلاء ينتشرون انتشارا تلغائيا. والله يقول لك قبل يومين كانوا 4 في الحلة دي، هسه بقوا 11 بقى، يقول لك مشيت عمره وجيت جيت لقيتهم 78. الناس قال بيزيدوا كيف؟ بيزيدوا بالحق، انت قال بيزيدوا بكيف؟ اذا كان ده الباطل كده ربنا سبحانه وتعالى بينشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين شنو؟ غرسا يستعملهم في طاعته. الشغل ده ماشي قدام، فهمت؟ طيب قال الشيخ بيتكلم عن نفسه، قال: انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر. دبعوا في الدار السودانيه للكتب، فهمت؟ امشي من الصيدليه اجيب لك حبه وتعال عشان نتم لك باقي الجرح بتاعك. قال: انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، انا العاشق المعشوق في كل مضمر، انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. فهمت؟ ده ما كفر بالله، ده ما الحاد. ابو جهل في زي ما جاب لك القران قال كلام زي ده ضلال، والله نتحدى به محمد منتصر وبنتحدى به شيخك اوباما ذاته، تحدى به اي زول. طيب هنا ده ديوان البرعي، انت بتخاف برعي ينفقك؟ ربنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. ما بيعمل لك حاجه،
فهمت؟ شان كده هود عليه السلام لما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هنا قال القوم بتجيك، مدحك تاعت برعي، القوم بتجيك من بلا من ناس بلجيك، فهمت؟ قال تلف الصايح ديما يناديك في جبال لاتوك وبطن واديك، يعني مهما كان الزول البناديك بعيد قال البرع بيلحقوا. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا شنو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم شنو غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال يراكب الكيك داخل في مجالا خبر لكيك، فسرت معاني أوك وأكيك وأوس أسيسا غير تشكيك. أقول فسرتها طلعت شنو يعني، هذا كله شغل بتعليم كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحضر الليلة حقنة محترمة جدا في قناة جون الساعة 9 إن شاء الله.